آخ، شباب اليوتيوب عندكم طالع؟ لو هم راح أطلع مثل كل مرة عادي، لو هم محترق الفيلم يعني. والله ما أعرف، هذا اليوتيوب ناصبي أقسم بالله، دول ما يريدون احنا. أيه، مساء الخير عليكم أخواني أخواتي متابعين قناتنا على اليوتيوب والتيك توك، تحياتي لكم والعوائلكم الكريمة في هذه الليلة وبث المباشر المقدس من حوزتنا الرمانية في بريطانيا المظلومة، وبالتحديد لندن الموالية. من أقول موالية الكل تحط يدها على رأسها. طبعا الحمد لله والشكر، الموالين والذيول يعني لاعبين خلقة بالقناتين، فاحنا ما لنا شغلة، احنا نكمل المسيرة، يا مسيرة ما اعرف، المهم هي مسيرة راح نكملها زين. فجماعة علي وياك علي وجماعة المقاولة والمماتعة ما شاء الله محضرين نفسهم ولازمين الصواندات، قصد الأسلحة مالتهم، وكل قدس ما قدس. فأريد أقول لهم يلعنون عمر الذي فدح القدس، ويلعنون صلاح الدين الأيوبي اللي حرر القدس، ولن يحرر القدس من يلعن فاتحها ومحررها. من باع العراق لا يحرر القدس. هذه نقدمها لجماعة إيران ولجماعة هذا طويل العمر وقصير العمر والسيد الرئيس وجلالة الملك وكل هذول الأسامي والمسميات لما يسمون أنفسهم بقادة العرب. قادة الجرب دولة طلعوا متصهينين أكثر من الصهاينة أنفسهم، واللي يقول لا 44 موجود. قسمنا بالله، قسمنا بالله ما حد باع فلسطين غير العرب. ارجعوا للتاريخ وشوفوا من باع العرب، ولو ترجعون للتاريخ يعني هذه يعني دا جاوب الناس اللي يقولوا لي أردوغان، أردوغان هذا اللي سووه صحابي، سووه هو والرسول كانوا ببيت واحد عايشين، وقائد الأمة الإسلامية وقائد المعرف شنو، وهذا أردوغان راح يسوي ما يسوي، الله شاهد هل قد ما يحب فلسطين. أول ما علقت قبل يومين دزلهم باخرة محملة بالفواكه والحنطة للقضية الفلسطينية، الله شاهد. بس نزلت، تعرفون هذول كلهم القادة اللي يحشوا لك بالأحنا وفلسطين وقدس وبطيخ، دائما عندهم الجي بي اس يغلط، فبدل ما تروح الغزة راحت الحيفة. فكلهم هذول الأبطال الإسلاميين اللي جماعة استغفر الله وسوف نحرر القدس بالدعاء، انتوا يا شلة السفلة والسرسرية ما شفت واحد من عندكم شريف. يعني من قادة هذه الأمة اللي مسطرين الأوسمة والميداليات والمعرف شنو على صدورهم، واللي يشوفهم واللي يشوف الميداليات والبدلات العسكرية اللي لابسيها يقول لك الله شاهد، حتى بمعركة أحد مشاركين. يعني كل شلاق كان يضربه ياخذ نور شجاعة عليه. جماعة الملوك وجماعة الرؤساء وجماعة الأمراء وجماعة طويل العمر وقصير العمر
صهاينة أكثر من الصهاينة نفسهم. يعني أنتوا ليش تلومون أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من يقولون إحنا ندعم إسرائيل؟ ما هم العرب دعموا إسرائيل قبل ما هذول كلهم يجون. وهذه القصة مات العرب، قادة العرب، ذكرتني بشيء أريد أحكي لكم إياه. فقصة يعني بيها رباط، كان أكو نصاب عايش في قرية. هذا النصاب ما بقى واحد ما لعب عليه، فعنده حمار حشاكم، فعنده كم ليرة ذهبية هنا وهنا، حشاها بالصندوق الأسود مات الحمار وراح للسوق. التجار وقف قدام التجار كلهم، وكل ما يضربه على بطنه ليرة ذهب توقع. التجار كلهم التموا، كل ما يضربه ليرة ذهب تطلع. التجار قالوا له هاي شون؟ قال لهم هذا الحمار نادر بس موجود عندي. فتعرفون هذول التجار صار عندهم طمع، قالوا له تبيع لنا اياه؟ قال لهم ما ابيع لكم اياه، هذا جوهرة عندي هدية. فقالوا له زين نعطيك اي سعر تريده. قال لهم اريد وزنه ذهب، وزنه الحمار حشاكم والطود ذهب، واخذ الذهب وراح. شلع للبيت، اجوا التجار يضربون على المطي ما اعرف شنو، هي 3-4 ليرات ذهبية حاطة خلصاً، يضربون ماكو، يضربون ماكو. قالوا هذا نصب علينا، خلي نقلب الديرة عليه نشوف هذا وين بيته، الا نذبحه قتله كذا كذا. راحوا لبيته، دقوا الباب، طلعت مرته. وين رجلك؟ وين ما اعرف شنو؟ ما قالت لهم هدوا اعصابكم شوي على كيفكم كذا، هسه لحظة هسه صيح لكم اياه. فصاحت الكلب مالتها قالت له روح صيحة. اجى الكلب ركض على صاحبه راح جابه وجا اهلا وسهلا تفضلوا ما اعرف شنو. هذول التجار عافوا المطي حشاكم والحمار اللي باع لهم اياه. هالمرة التفتوا على الكلب، قالوا له ايش هاي شلون الكلب بس تقولي له روح جيب فلان؟ قالت لهم هذا كلب معصوم، وهذا الكلب يفتهم كل شيء. فقالوا له قالوا لها تبيعينا اياه؟ قالت لهم لا ما اقدر. قالوا له نعطيك وزنه ذهب مثل الحمار. قالت لهم اذا هيك ما يخالف اخذوا. راحوا ويا الكلب، اخذوا الكلب وراحوا للسوق. تعال يا كلب روح جيب فلان تاجر. راح الكلب بعد ما اجى. شباب سوونا لايكات لان رحمه الله اشتغلت نعله على والديكم اليوتيوب. فالمهم راح الكلب انهزم، هم راحوا التجار كلهم يريدون الذهب مالتهم، يريدون فلوسهم. دقوا الباب ما اعرف شنو، طلعت المرأة قالت لهم خير؟ وين انت نصبتي علينا؟ انت ما عرف شنو؟ فهذا الحكي اجى رجلها، خير يا جماعة شكو؟ تفضل طببهم جوا. فقاعد قاعدين التجار بالصالة، فقال لها يا بت كذا يا بت شلون ما تضيفيهم؟ جيبي لهم قهوة، جيبي لهم شاي. طلع عنده خنجر فشخطها، هي مثلت على اساس ميته، فوقعت دم طالع من عندها. التجار تخبلوا، قال هذا قتل زوجته على مودنا، هذا ايش راح يسوي؟ شلون صارت هذه برقبتنا؟ فهذا النصاب سوى عنده ماصوله بجيبه او ناي، طلع الناي من جيبه وقال لهم اني اقدر كل شيء اسوي لان عندي هدايا كثير من هذا العالم، وأني إنسان معصوم وعندي اتصالات بالمرسلين وبالمعصومين. قالوا لي يعني شنو؟ قال هسه أنا بس أموصل أو أصوفر بهذا الناي رأسا تقعد من الموت مالتها. فقام قعدت من الموت مالتها. التجار واحد صفن على الثاني تخبلوا، قالوا شنو هذا الناي؟ قال هذا تقتل أي واحد تريد، وبالناي بس الدقلة يقعد.
فالتجار كلهم ضايجين من نسوانهم، فقالوا له احنا نشتري هذا الناي منك باي ثمن، نسوا الكلب نسوا الحمار، قالوا له نشتري الناي يا بنطيك ذهب هالقد ضعف ضعفه. اعطاهم الناي اخذ الذهبات ابو الشباب. راحوا التجار يكرهون نسوانهم، دج سكاكين ماتوا يصافرون يموصلون كل شيء ماكو، دجشهم ماتن. جو مره ثانيه علي، يا معود انت سويت هذا النسوان ماتن وكل من وراك. المهم قالوا خلاص انت ما بيحل، لازم ناخذك نشمرك بالبحر نخلص منك وتموت هناك. حطوه ايده ربطوهن مشوا ويمشون يمشون حتى يوصلون للبحر يم القارب مالتهم. فهم بالطريق تعبوا فلقوا صخره، قالوا هذا خلي ناكل شويه وهذا النصاب الربطه ونحط قوديه على راسه نغطيه لحد ما نخلص اكل ونجي. فعافوا وراحوا على صفحه من بعيد يعني اكله و شربوا، فهم دا ياكلون اجى واحد يجي طارش، فهذا دا يصيح قال له ها هشبيك هشبيك من مربطك؟ قال له دفتحني هسه فتحها، قال له اني احب زوجتي ودول دا يريدون يودوني يزوجوني بوحده بت ملك واني احب زوجتي ما اريد اتزوج لا بت ملك ولا بت اي احد. زين فهذا ايش قال له؟ قال له انا اريد اتزوجها، انت روح زوجتك اني انت تعال اربطني وحط الكيس علي واني اروح ياخذوني اتزوجها. هذا قام النصاب حط الكيس وربطه وهذول خلصوا اكل جوي عبالهم هو هنا نفسه، حطوه بال هذا الشختوره وراحوا بالاعمق مكان بالبحر شالوه شمره. شمروا الرجال رجعوا مرة ثانية على بيت هذا النصاب على مود يدورون بلكي يحصلون الذهبات مالتهم، كان يلقوا قدامهم. اتخبلوا عقل ما بقى براسهم، شلون يابا مو احنا ذبيناك هسه بالبحر يا معود؟ مو انت قال لهم اني انت ذبيتوني بالبحر واني بالبحر طلعت لي حورية البحر، غرقتني جواهر وغرقتني ذهب وغرقتني كذا ونجتني وجيت. يعني شنو قال له؟ قال له بالبحر ذبيناك بجواهر. قال لهم انت لو شوية ماشين بعد اكثر اعمق من المكان ذبيتوني بي كان تزوجت الملكة مال حوريات البحر، كان ملكت الارض والسماء. فقال يابا احنا نسواننا خسرناهن وخسرنا تجارتنا وراحت فلوسنا، ما تجي ويانا ونروح لهذا البحر وانت تجي ويانا ونشوف هذن الحوريات؟ قال لهم بس بشرط اني اقود هذا القارب واني اختار المكان اللي بيها الملكة مالت الحوريات وهي تزوجكم. فراحوا صعدوا هذه الشختورة بالبحر، راح على أغمج مكان بالبحر بحيث أي سباح بعد ما ينقذ، شالهم شمرهم كلهم بالبحر. دار وجهه رجع راح للسوق، ماكو أحد، التجار كله راح أخذ فلوسها وأخذ فلوسهم ومجوهراتهم، وهذا البطل عاش ملياردير وعاش بسلام وماكو لا تجار يهددوا بعد ولا أحد يجي يقول له وين الفلوس أو كذا. عرفت القصة علي من؟ عرفت النصاب من هو؟ النصاب أمريكا وزوجته إسرائيل، واللي انشمروا بالبحر هم العرب وقادتها اللي انشمروا بالبحر. فهذا العمل اللي دا يصير من 12 يوم في غزة
مو سبب إسرائيل ولا سبب أمريكا ولا سبب لا العرب، قادة العرب والله العظيم هذول قادة العرب يعني لو تحطهم بقعر جهنم هم مو كافي. هذول قادة العرب هم اللي باعوا فلسطين، وهذول قادة العرب يقول لك احنا شو نسوي، ندعي لهم نمدد نرسل مساعدات الغزة ونرسل أكل وشرب. ما هي الحياة ترى مو أكل وشرب، حتى الحيوان ترى يأكل ويشرب، بس الغيرة بس الشهامة بس الإنسانية من تشوف بشر طفل شيخ دا يموت قدامك وأنت تقعد تضرب هذا المفطح وتضرب البرياني وتضرب المعرف شنو. أقسم برب العالمين وأني صاحب سكر لازم أكل على مود الحبوب مالي من البارحة لليوم، أقسم بالله غير المي هذا ما طاب ببطني. من دا أشوف هذه الجثث ودا أشوف هذا القصف، هي غيرة يعني، الغيرة نقطة بس واحد شي يسوي يعني شي يسوي. بس هنا أنا من نحكي ونقول هذول العرب ما صير لهم شارع غير أذن الصفحات هي هي وعالم هي هي وما أعرف شنو، غير الهي هي ما تحصل. أما قادة العرب وملوكها وأمرائها فيدعون الله يابا، والله العظيم التبليغات بلشت لايك شير دقلات لاب علي أطلع يعني الأغنية مو بهذه. فهذول اللي قادة من حماسها ومن محمود عباسها ومن طويل العمر والملك والمعروف شنو، هذول هم سبب خراب هذه الأمة. أسود على شعوبهم وقرود أمام أمريكا وإسرائيل وكل الدول الغربية حفاظا على الكرسي. بالمناسبة البارحة شفت المؤتمر بين الرفيق نتنياهو والرفيق بايدن. أنا ليش غيرت الكرسي؟ لأن هو نفس هذا الكرسي كانوا جاعدين عليه. تعرفون احنا قيادة، فأنا من هذا المنبر أطلب الرفيق نتنياهو والرفيق بايدن ما يكرروها، هذه حقوق كرسي، هذا الكرسي مالتي قبل ما أنتوا تقعدون عليه. هذا الكرسي أنا عندي إثبات أملك قبلكم، فعيب عليكم أنتوا كقادة تقلدونا بالكراسي هالمرة، حتى الكرسي قلدتونا به، الله شاهد كله على مود غزة. زين يعني انتوا قاعدين تفرجون بالبث، يعني انتوا شقد ما تسوون لايك بعلي اقعدكم على الرمح مال جدي، جدي الحسين اقعدكم الرمح عليه، سوي لايك طيع واسكت الا انقلب مقتدى عليكم. فيقول لك قادة العرب من دعاهم لعمي صار لنا 70 سنة تدعون على اسرائيل، رحمة للرضا كافي تدعون على إسرائيل، تدعون عليهم صار عندهم نووي وصار عندهم الأسلحة وأخذوا أراضي، عمي كافي تدعون عليهم، ادعوا لهم بالنصرة ادعوا لهم بالكذا، لأن أنتوا كل ما تدعون عليهم الله يوفقهم ويطيح حظكم. فالعرب ما عندهم غير يروحون يشترون أسلحة وقادرين على شعوبهم وقادرين على ديرتهم وما لهم شغلة. يا قدس يا بطيخ يا قدس، قدس بيش يعني بيش. زين هذول هالمرة يطلعون الملالي 40 سنة يا قدس جيش القدس نحرر القدس أم القدس درنا فيس بالقدس وراح نجي وكذا وراح نحرر. زين كل اللي سووه جماعة المقاولة والمماتعة ضربوا لهم بوريان على قاعدة الأسد انتقاما لغزة،
انتقاما لخالتكم الصغيرة. انت تعرفون هذا البوري انا دبيته على قاعدة الاسد ايش راح يسوي بالعراق؟ راح امكم وابوكم راح ينصمم، مو انتو، انتو ما يضربوكم، انتو من هو بيهم، هذا الشعب راح يطيح حظه ولو هو طايح حظه، غالبيته مال 44 والسوق بي، ما عند هذا الشعب غير يفتح له قناة. أنا ما عندي، أنا دزولي، أنا مريض، أنا وقفة وتقاعد، أنا كذا، أنا سويت هيج، أنا وعلى هالرنة لليوم. حياك الله أختي مها، ربي يحفظك. الشكوى ودائما تشوفوهم يبكون بوجه الله، ودائما تشوفوهم الونين، لا بالأغاني مرتاحين، لا بالفرح مرتاحين، لا بأي شيء لازم حزن. تتكلم وياه يقول لك بخير تعال للعراق. زين أنا مثلا واحد يقول لي، يعني أنا كعقيد تعرفوني بالجيش الإسرائيلي الصهيوني المبارك، واسمي الحقيقي موشي يحيى الحسيني العقيد، وكنت عقيد بال 2006 والحمد لله ترفعت زين وصرت مهيب ركن صهيوني والحمد لله والشكر، الامور ماشيه والراتب ماشي وما مهتم. اعطاني قطعه ارض وبنيتها، سويتها يعني مشتملات، تعرفون احنا نحب آل المشتمل، فسويت مشتملات حتى اصير انا من آل المشتمل، فان شاء الله يعني من أتوكل وروح على رحمة الله أصير عاني واحد من آل المجتمل، والمجتمل مالي صبغوه قلقلي، لأن أنتوا السادة هناك أخضر، إحنا الصهاينة قلقلي نصبغ. المهم أهم شيء القضية الفلسطينية تنجح. فحبايبي جماعة المقاولة والمماتعة، هذه فلسطين قدامكم. مقتدى السطل يقول لك ناشر صورة سوف أذهب إلى إسرائيل وأحرر ما أعرف شنو، فناشرين الصورة مالته، الله شاهد الإسرائيليين فوق السطح دي يباعون، شافوا يعني تعرفون الاختراق البصري عندهم كلش قوي، دي يشوفون واحد حمار شكبرة هايشة ماكو يمشي والصدر يقمص قدامه، يمشي والصدر يقمص قدامه. سألوا يوم عودين هذا منو؟ قالوا له اوه هذا ترنتي مال حنانة، هذا الصدر، يشوف الصدر ماله دي يمشي. وهذه قبل ما انسى اطالب من السطليين، الرفاق السطليين، جماعة علي وياك علي وجماعة سطل وبابا نويل، استروا على قائدكم خزانة قدام العربان وحق علي، اشتروا له ستيان، اشتروا له فتشي يغطي هذا الشيء، يعني حتى يثبته من يمشي لا يصعد مثل جسمه. أقسم بالله عنده صدر ولا صدر أي مرضعة. المهم اشتروا لعمي يا ستيان أصفر مثل العصائر هذول اللي يسموهن بالمقرات مالتهم، اشتروا لعمي ستيان أصفر مال العصائر، وهو شو اسمه تيس الخرنقعي هو طلع من جوا عباية السطل، فواحد تافل بحلق الثاني ما بيه شيء يصير بيه يعني هسه احنا مو يصير اكو تبادل تجاري باوروبا، مو يصير تبادل مالي بين الدول، فانت هم نفس الشيء سوي تبادل ستيانات بيناتكم، يعني انت تطي صدر هو يطيك ستيان، فالتبادل حلو يعني الشراكه حلوه بالعمل الدرنفيسي المقاوم. فيقول لك دا يمشي وهذا يهز بالقاع، مو هو صدره ينزل بالقاع ضب طب طب، فيقول لك إسرائيل خاصة الرفاق المتواجدين في تل أبيب المظلومة، هي المظلومة طبعا مظلومة، يعني دولة يعني يردون، بس الله شاهد هم الجحش المحشي جاي يحمي أعراض المجندات من دول الحماسيين الإرهابيين، ما يستحون على نفسهم، ماخذين مجندات، الله شاهد مجندات، ما ليش ماخذين المجندات؟ فالجحش المحشي بفسوة من الصميدعي وعلي السبتة تنقاني صمام الأمان والبرغي
بالعراق اكو فسوه طلعت بالجهاد الوقافي لحمايه المجندات في اسرائيل المظلومه. اسرائيل انظلمت لان ذول الحماسيين السرسريه يريدون يغتصبوهن. فالسيد علي والصميدعي قال لك جيبوهم انضمهم هنا فندق الشريفه لحد ما تخلص هذا اللغو. وكربله مفتوحه والنجف مفتوحه ولطمن ويا زينبيات لحد ما تنتهي القضيه ونرجعهم. يعني الحجي عنده كم مجند هم راح ياخذوهم حفاظا على سلامتهم. الرفيق نتنياهو قال لي اخبار المجندات عند الحجي، قلت لهم بخير الحمد لله، يصلن وقت بوقت ويعني الحجي قايم بالواجب. الله شاهد، شوف حجي انا حتى وراك احكيها يعني. شوف الانسان الطيب دائما واحد يذكره بالخير يعني، ما ايش اسمه. المهم فعلي السبتة تنقاني قال خاتية هزولة اللي جاعدين في اسرائيل المظلومة، روحوا جيبوا هذني المجندات بناتنا فلنضعهم في فندق الشريفة ويتمتعون مع زوارنا ونكتب لهم الحماس ونكتب لهم الأمور الحرة الحسينية الديفيدية. متعرفون أم جماعة ديفيد والحسين وهي نفس الشسمة نفس الانتاج. فيقول لك واقفين على السطوح بالإمارات بتل أبيب، ناظور اللي عينه قوية ما يريد ناظور، فيقول لك الصدر جاي طب وطب وطب وهذه. فيقول لك مطار تل أبيب انترس حتى رغم القصف الدرنفيسي من ذولا، الله شاهد ماكو. قال لك لازم طيارات هليكوبتر، لا مو هليكوبتر، يسموه جماعة ولد محازم يسموه عليكوبتر، علي كوبتر، لازم يحطون علي بأي شيء. فالمهم يقول لك الإسرائيلي لسه وصلوا تعبانين بين فنلندا وزعوهم بين السويد بين يعني هذه الدول الرحومة اللي تعشق الإنسانية. ويقول لك الجحش المحشي هسه مسوين حواسم بكل تل أبيب وداخلين بيها طول عرض، هذا اللي ياخذ للتونجا وهذا اللي ياخذ للمزهريه وهذا اللي يصيح واحنا حمينا عراضكم وبياناتهم عركه صايره. يعني فد مشكله تيس الخزعلي خوب الله شاهد اول واحد طفر. وشفت يعني انا بعيني، هذه عيني اللي راح تاكل الدود يوم القيامه، شفت بعيني اليوم هذا طرزان الامه العربيه في العراق ابو عزرائيل ابو طالع قاعد له جوا شجره هيجي ورباط هذا مسوي له فد شغله سودا فوق راسه هيك كم قعاده، واني قاعد عد يعني على اساس هو بالقطعات الاماميه والصهاينه لا دي يشوفوا ولا الاسرائيليين دي يشوفوا ضام نفسه وقاعد انا الان يعني هذول تعرفون يخوفون وكذا وابو الاء الالائي وما اعرف شنو الولائي وكلهم ما شاء الله مطشرين. وبعدين مصور حديقة صايرة صفرة وهذول العدو وهذول القصف، طبعا لا قصف ولا أبد ولا حديقة ولا كل شيء أكو، ما أعرف وين رايح له. فحبيبي أبو عزرائيل رحمة للزينبية جابتك زين. عد أنا ترى مو مصطفى الحج الدزلة وما أعرف شنو، أنا هنا أنا موجود بخير، تعال وصلني عندك جماعة خلي يجوني حتى هذا رجل المعوق اكسرها بهم. المهم مو كنت تطلع قاعد بسياره وتبث من عندها وكل ساعه ماسح لحيتك والله هم اللهم اجعلني مع الشهداء، اللهم اجعلني مع المعرف شنو، مع الصديقين، مع المعرف شنو. اذا الله جعلك مع الصديقين باكر اعوف الاسلام والحد، اذا الله شمرك ويا الصديقين، اذا انت ويا الصديقين نزار مزرعة وين يحطوه؟ إذا أنت ويا الصديقين سليمان جدرية وين يحطوه؟ إذا أنت ويا الصديقين ضياء قوجة اللي بنته ما خلت مكان ما افترت عليه، إذا أنت ويا الصديقين خليل سرنجة محامي الرئيس
مزوج بنته الابن حرامي الرئيس، وين ينحط؟ سرسرية، كلكم التاجرون، هذا تاجر بالدين وهذا تاجر بصدام وهذا تاجر بما أعرف من هو. قاعد لي تشوفون القصف ومحط لاسلكي يمه، ها وهسه القصف وكذا، واحنا انت وين عيني؟ وين عيني؟ وكنت قاعد انت قبل مسوي لك قناة وتترزق منها، يوم تبكي ها والله قاع ما عدي، يوم تبكي نحن كتائب علي ابو عزرائيل قاعدك على رمح جدي، على رمح جدي انت والكتائب مالتك، لام لي ستة عفطية حاط لهم توكلوا على علي، توكلوا على الحسين، أسبك وأسبهم ما عندي مانع بعد، لأن أنتوا خليتونا نكفر بيهم بعد، ما عندي مانع، لأن أنت وجهكم الحقيقي هذه 12 يوم الأخيرة طلع، هذا جدي الحسين قعدوه على الرمح، فروه سووه يلق، طشروه بين سوريا وبين مصر وبين العراق، قطعوه، والله شنو هو جاي يصلح دين جدة، اي مو دين جدة، كان تاير فاش وجاي يحط هوابي سرسرية، حسن زميرة ما اعرف من هو، زين يعني اقول مثلا سريع عليكم اقول اللهم انصر اسرائيل على امة محمد، هم والله هم يستاهلون، لان احنا مو خوش اوادم، امة محمد ما تلقيها الا شوف اتفقوا امة محمد على شغلة واحدة، الخنزير حرام، أما تنافق تسرق تقتل بوك تنصب كل شي تسوي، بس اتفقوا بأنه الخنزير حرام، يعني والله العظيم هذول جماعة هي الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على الجهاد، إذا أكو 56 فهم هذول، أي واحد أي واحد يحكي بالدين ولحيت خوب لهنانا من الصميدعي للسبتة تنقاني للمعرف شنو، كل واحد لحيت لهنا حاط لقى عادة فوق راسه ويقول لك احنا الله سبحانه وتعالى ومعرف شنو وقال النبي وقال الرسول، رجعوا بالأربع أربعين، واذا عندكم رمح ما تجدي ولو هو رمح واحد عندي يعني قعدوا على الرمح ما تجدي، وقل له انت مو ابن الحسين، هذا الرمح مات الحسين جدك، انت يعني ارتاح وتونس بي، طالعي لك لاوات سرسرية قاطعين الشوارع، زين انتو هنا يعني تصوروا اخذوا الدولة العراقية المقاومة، مقاومة امريكا تتصل بمحمد الشياع الارجنتيني جماعة الاطار، زين جماعة الإطار اللي ديبوسون قندرة أمريكا، جماعة كلا كلا أمريكا والموز الإسرائيل والموز اللي ما أعرف منه، يعني هم يوزعون موز يحبون الموز، الله شاهد من الله خلقهم دول اللطامة 1400 سنة ما بقت موزة بكل الكرة الأرضية ما أكلوها، فالمهم جابوا محمد الشياع الأرجنتيني قالوا له يابا أنت استفسرنا، يعرفون مو هو جماعة الميليشيات وما ميليشيات، تعال حبيبي قل لنا جماعتك إذا سوينا شيء على هذه أنتوا راح تتدخلون، قال لنا احنا ما نتدخل، ما لنا شغلة، احنا دولة جديدة وعرف شنو، ما نتدخل ما لنا شغل، خلينا نحل مشاكلنا هسه. محمد البلبوسي يقول احنا قلبا وقالبا مع إسرائيل، زين هذا رئيس مجلس دواب وهذا رئيس وزراء، أما رئيس الدولة فيعني هذا جمال اسمه لطيف رشيد خرب، رئيس الدولة قعدوه قال له ترى غزة يا معود غزة ترى أخذوها باوع عليه، قال له غزة وين صايرة بهولير لو بدهوك، هو هذا يعني مطفي جماعتنا كردي، زين يا معود غزة أخذوها غزة يعني بهولير لو بدهوك وين يعني مثلا، قال له بابا غزة فلسطين، قال ها فلسطين تصبحون على خير، نام مرة ثانية،
هذا رئيس الدولة مال العراق. يعني تصوروا اللي ضربوا إسرائيل 39 صاروخ وصير جوا القاع واحد مطي مثل هذا رئيس العراق. ومحمد البلبوسي، محمد الشياع الأرجنتيني، ونوري مخطانة، لا وتيسر خيس علي، خلي أسمعكم شي احكي لك. أنا سمعت يا صار بي، تعرفون شنو؟ الله شاهد ماك يعني. قلت خلاص انتهوا إسرائيل. اسمعوا، ده سمعون، ده يقول لي جيشكم أجبن الجبنة. إيه كمل حبيبي. إيه عندما واجه، نعم، الأبطال المقاومين، عندما واجه الأبطال المقاومين، اسمع لك عيني تيس الخزعلي أويلي، من الفلسطينيين فصائل المقاومة الفلسطينية بانت حقيقة. هيش يسوي شجاعتكم لا محل لها إلا على رؤوس المدنيين. زين انتوا شجاعتكم وين كانت؟ انتوا جماعه عصائر اهل الباطل، شجاعتكم وين شفتها؟ ايش لا شفتوا لكم فد يوم اخذتوا لكم جندي امريكي او اي شيء او كذا؟ شجاعتكم مش هم كانت على الشعب ولحد اليوم. زين هذا اخوك اللي بالمانيا مليارات الدولارات التمهرب مصفى بيجي، ولا علنا انت ولا قالوا هذا المواطن الصالح تيس الخرنقعي رجع الى الدوله، رجع لهم بسامير وبراغي وهذه، والدوله العراقيه مكيفه مواطن صالح جاب لنا، مو هذا شو اسمه كان رئيس بقسم مالح، مو بقسم مالح، هذا صالح. المهم شو اسمه، ما حل لها الا على رؤوس النساء والاطفال. اي والله على اساس انتوا بجرف الصخر وبهذه المناطق لا اطفال ولا ابد، لازمين الناس يعني هاي الدرنفيسيه وخلاص ماكو غير شيء، صح لو لا؟ تيس حبيبي اريد اشوف مقاولتكم وين، يعني دخيل الله، دخيل الله. جرف الصخر لكم هذا صارت قاعده ايرانيه تثرمون بها البشر، ثرمتوهم ثرم، لا خليتوا مرة ولا رجال ولا أبد. ويطلع بعدين خميس الكنغر اللي كان يقول هذول ميليشيات وهذول ما أعرف شنو، آخر شي راح باس بلبول علي خامنئي، وهسه يقعد ويا المالكي، لا شغلة مو يمه يعني، ترى الله شاهد، مو هو رجع على مود محبة بالعراق. وشفت لقاء لهذا البطل المناظر أمير الدليم، أمير الدليم هذا شو اسمه، أم واحد شو اسمه الدليمي، هم يعني الآراء ماله يعني جديرة بالذكر، وآراء يعني إنسان يعني فعلا يعني كل الدعاوي عليه أربعة كباب ويجي ويطبق بغداد بدون مساءلة ولا يقول أني رحت برجلي طبيت بخشمهم، قلت لهم يلا طلعوا لي هذه، وطلعت كلها كيدية وطلعت كلها مو صحيحة. سبحان الله، يعني أنا هم زين، أنا العدس أرد أروح للعراق إذا هيش الديمقراطية، أنا أطالب من هذا المنبر الصهيوني المبارك المقدس أرد أرجع للعراق، إذا عندنا هيش الديمقراطية، فأنا أريد كقائد أريد أمارس قيادتي في العراق وأرجع عنهم أقود الدولة مثل ما هذا الأنباري والدليمي والمصلاوي والأسامة النجيفية، ومباشر عقب نشوف هذا البغدادي هم يطلعوا من القبور ويشارك بالعملية السياسية ديمقراطية. صدق أقول لكم بالنسبة قبل ما أنسى ونكمل الخطاب الناري مال تيس الخرنقعي، الدواعش ماخذين هوليدي يعني بالانجليزي يعني اجازه، وأورلو بالالماني هم اجازه، هل ماخذين اجازه لو شو وقت يطلعون؟ زين مو هذه القاعده والدواعش وكذا، وكانوا بالعراق وزلم وفلشوا العراق وقتلوا الاف مؤلفه، اشو ما شفناهم ها؟
ها يجوز والله ما موزعين الرواتب مالتهم، لو سيارات مالتهم تشتغل على الطاقة الكهربائية، وتعرفون الكهرباء ما موجودة بالعراق فما يقدرون يسوقهم حقهم. الله شاهد هم الأعذار مالتهم موجودة. بس خلي باكر عقبه إن شاء الله يعني بس تشتغل بيناتهم انتخابات شغلات درنفيسية أو كذا تشوفوهم طلعوا سبحان الله. يعني ذولا فنكمل ويا الرفيق المناضل. إيه وهذا دليل الجهد. نعم لو كنتم شجعانا فنازلوا فقاتلوا. قل لهم للإسرائيليين الصهاينة المباركين اللهم انصرهم علينا. زين يقول لهم إذا كنتوا رجال تعالوا نازلونها. مو بسوريا سووكم كباب شامي وأبو أبوكم صمتوا وأنتوا بالجولان، يعني أنتوا يعني هاي الجولان سبحان الله الجولان يمكم، بس يعني أنتوا إسرائيل جت ضربت مطار دمشق ومطار حلب، بس تعرفون أنتوا كمقاومة ضربتوا إدلب. لك عيني من أنا مو من أنا نعلى على والديكم البوصلة مالتكم أنتوا الإيرانيين دائما غير شكل. فنكمل ويا الرفيق. أما أن تستعملوا آلتكم الحربية أي نعم أي. بقصف المنازل الآمنة آلتهم الحربية بقصف المنازل الآمنة. زين هذه الموصل لحد هسه أكو جثث أبرياء أطفال نساء شيوخ لحد هسه تحت الحطام تحت البيوت، ما حد راح عمرها ولا شغلة يمها، وجهاتكم الاقتصادية كلها مفتحة هناك وكلها قاعدة، والموصل انباعت وأبو الناس احترق وما يعني شو الله شاهد كل على مود القضية الموصلية. فكمل لنا عيني يا البريء يا الطاهر. هذا دليل إضافي على جبنكم. أي نعم ولكن اي نعم ان ابناء الشعب العربي المسلم الشعب العربي المسلم وحط هذا صبعة اللي راح قاعده به ان شاء الله يعني بطريقه، بس انتم صفوا النيه. المهم فلسطين وان مقدساتنا في القدس الشريف. في القدس الشريف 40 سنه يصيحون القدس الشريف. لو كانت زين كان ركضتوا لها، بس ما طول شريفة ما تركضوا لها، بس إذا قعها ماكو تركضوا لها. لو اسمها القدس القعها كان ركضتوا الله شاه كان طرتوا، بس ما طول القدس الشريف. تقول لك هاي شريف بعد أنا الشريف ما نتدخل به، احنا نروح نطلع الحراية الله شاهد على مود القدس الشريف. بس لو كانت اي كان لا كان راحوا واخذوها وودوها الفندق الشريفة. اي واولى القبلتين واولى القبلتين هم شريفة واولى القبلتين شو يسوون بيها؟ بس اذا مثلث واول الدرنفيسين لا يطيروا له حق النبي، يعني ما يصبح الصبح إلا هناك. بس ولو قبلتين شو يسوون بيها؟ الله شو يسوون؟ والله العظيم هم ما يريدون واحد شريف، لا يريدون عال شو اسمه الله شاهد على مود الفلسطين. إيه تتصوروا أنهم في مفرد؟ نعم كل شرفاء العالم كل زين أنت صير شريف وروح، إذا ما عندك كروة علي الله شاهد وأنا عقيد إسرائيلي حب أساعدك، أنت قل لي وين تريد تنزل أعطيني العنوان نعال روح أمي وأبوي إذا ما وديك إسرائيل، بس قل لي أعطيني العنوان أنت وين تريد تروح؟ تريد تروح تقاتل وتجاهد وتصير بطل وهذا ويكتبون عليك من ترجع الشهيد البطل استشهد في حضن الشريفة يعني غير. المهم فتشي هذه، بس أنت أعطيني قل لي وين تريد تروح؟ تل أبيب وين تروح بأي هذه؟ بس قل لي أقسم بالله أوديك وعلى حسابي. بعد أنا عقيد ومهيب ركن هسه صهياني أوديك وين تريد تروح؟ نتنياهو بعلي أخابر لك إياه، أقول له رفيق نتنياهو الرفيق تيس يريد يشوفك. فهو ما يعني ما راح يقول لك، راح يقعدك على اليمين باعتبار قيادي
يقعدك على اليمين ويقول لك رفيق تيس هذه التهديدات ماتك ما تمشي علينا احنا هي. انت تريد القدس الشريف دروح اخذ ذاكس بس اول شيء تقعد على رمح جدي ديفيد اني عندي رمح جدي الحسين بس رفيق نتنياهو عنده الرمح مار جده ديفيد فكمل لنا حبيبي معهم نعم واول الشرفاء سمعتوا واول الشرفاء هم العراقيون زين حبيبي ايها الشريف البطل انت تحرر وطنك اول شيء رحمه الامك جابتك الزايره اللي تمتعت بيك بين الحرمين على مدار السنه لحد ما خلفت هالتيس ابن التيس لتحرر وطنك الامريكان طابين طالعين بيك النفط بريطانيا وامريكا متقسمتها بيناتهم فرنسا طابه بالغاز مات الانبار وما انبار البصره رايحه لا مي ولا كهرباء ولا كل شيء والتلوث للسماوات وخطيئة أهلنا البصار والعجايز والأطفال والشياب والشباب غالبيتها دي يصير سرطان بيهم لا هذا مو مشكلة لا مو مشكلة لا هذول يعتبروهم أصدقاء يعني الأمريكان اللي موجودين بالعراق صنع صيني بس الأمريكان اللي بإسرائيل هذول الأمريكان الصحيحين ولهذا وطالب من القيادة في العراق بأن لا يضرب الأمريكان المتواجدين في العراق لأن دولة مو أمريكان حقيقيين دولة صنع صين احنا نريد نروح نقاوم في القدس الشريف وأكو هناك مجندات تروحون تجيبوننا إياها لأن السيد أفتى يودوهم الفندق الشريفة فسلسلية انتو يوميا طالع لنا واحد زين بيع بطولات دسمعوا هذا بعد اجاكم ابو مازن رئيس السلطة الفلسطينية السلطة الفلسطينية اسمعوا طبعا انا من سمعت شو اسمه انا من سمعت هذا البيان يعني انا من يمي جسمي اقشعر ويقول لك بايدن بس سمع ترجموا هي الطيار حتى عاف بايدن ويقول لك بايدن كلب بالتاير مالت الطيارة مثل ذولا كانوا بالأفغانستان ما كانوا كلبوا بالتاير مال الطيارة يقول لك بايدن مكلب بالطيارة ولحد الآن الصحون والستلايتات دا تفتر بس يقول لك بايدن مكلب بالطيارة إهيج عيني يسوي لايكات رحمة الله تبليغات اشتغلت سوي درنفيسات بعلي على يعني اطلع لكم بالرمح مال جدي واطلع لكم راح اطلعه يعني كافي فيقول لك بايدن مكلب بالطياره بالتاير وهسه على البحر بالمحيط دا يعبر وبعده مكلب بالطاير من سمع هذا الخطاب من ابو مازن يعني هدد تهديد يعني اني درنفيسيا وقعت فاسمعوا ايش قال واخيرا اسمعوا كلمتي نعم بالذات لامريكا واسرائيل رفيق نتنياهو لا تهتم انا راح اهدي اصبر لي بس لحظه امريكا انت اخذته مي خالد بس انا هذا الرفيق نتنياهو تعرفون احنا زملاء فانا لازم كصهيوني وكضابط في الجيش الاسرائيلي المبارك لازم احمي قائدي ما يخالف نتنياهو هدي اعصابك خذ لك فاليوم حبيبي داك جلاس مي خذ لك جلاس مي سمي بالرحمن باليهودي زين ولا تقول لي ليلة توف ماكو ليلة توف اقعد انا عندنا تهديدات قاعد توصلنا من ابو مازن فلازم تسمعها حتى ناخذ التعليمات ونجهز الجيش الاسرائيلي المبارك ونروح نسوي فتشي يعني هو هذا مال الواحد يعني حتى واحد قول درنافيس عليهم شو تشوف بجلافيط وكل شيء ماكو المهم خلنا نسمع التهديد الله شاهد يعني والله العظيم لقد طفح الكيل يعني شوفوا حتى نتنياهو بال على نفسه ده يقول لإسرائيل لقد طفح الكيل قوم لك
روح التواليت يلا لا تبول هنا أنا. هذا المكتب مطهر وهذا الكرسي مال القيادة يلا قوم لقد طفح ارحلوا عنا ارحلوا عنا حلوا عن صدورنا شوف شوفوا تشوف دا تسمعون التهديد أبو مازن هذا رفيق نتنياهو يقول لك ارحل عننا ويقول حلوا عنا ما يعني راح تروح البيت أبو مازن هدي أعصابك نتنياهو قال لي هسه راح يروح يحضر جنوبته وإن شاء الله أمور تمام بس لا تعصب لا تعصب رحمة لأهلك لا تعصب لأن لغاليغك تنزل وسوي لنا مشكلة حلوا عن صدورنا حلوا عن صدور ليش حبيبي إيش بيها الصدور مو جايكم مقتدى الصدر هم عنده صدر راح يحرركم يا أخي أنتوا ما تقولوا لي أنتوا يعني شو تريدون من الله مكلبين بالصدر إيش بيه الصدر ما هو عمل عيون الشعوب العربية كلها مكلبين لي بالصدر عوفوا بابا عوفوا الصدر مو هذا الصدر يا مرض ضعنا ومن كبرنا ونسنا العفو يعني بس هو يعني هو يكرهون الصدر الله شاهد ليش ما أعرف مع العلم هو أحلى شيء بالدجاجة شوفوا أنت نياتكم مو صافي أنا أعرف أنتوا وين تفكرون الله شاهد أعرف أنتوا وين تفكرون إيه خلنا نسمع أبو مازن عن صدورنا فسنبقى شوكة في عيونكم يقول راح نبقى درنفيس في عيونكم الله شاهد شوفوا هذا أبو مازن يعني لو يسوي أفلام كارتون وكوميديا المسارح ولا يقعد يأكل عام مثل ما دا يسوي المهم إيه لن نغادر وطننا أبد لن نغادر بلادنا نعم نعم إنه احتلالكم نعم لبلادنا اليوم وليس غدا نتنياهو سمعت خوب قوم حبيبي حضر الألاليق ماتك أسان يصح لك الجماعة الجنود يشيلون الجنود يحطوها بالصندوق طبعا بعد هذا الخطاب الأخ نتنياهو هسه لازم صدره يمكن أتصور جلطة اسم الله عليك حبيبي يحرسك ديفيد يحفظك شناوة يحفظك شلومو شلومو عليه السلام عليه السلام شلومو يا عيني يا حبيبي يا نتنياهو والله ما أقدر أعوف البث حتى أجيك يعني حتى نتنياهو خطية قاعد هنا ندى يلطم سمع هذا الخطاب ما يعرف وين يطي وجهه يا شباب أكو دولة عربية تأخذه هذا نتنياهو ذولا ولد عمنا شون واحد يعوف ولد عمه من وراء أبو مازن يقول لك أبو مازن جاي جايب له سكينة مال المطبخ إلا راح يفلشهم شو اسمه بس هو ماخذ السكينة الله شاهد يريد يسوي فتوش مو على مو شغلة ثانية واخذ له شيء زعتر وياه يعني يزعترون به شغلات الله شاهد مو على مو شو اسمه اي المهم فهذول السرسرية جماعة علي وياك علي التقية طلعت اقسم بالله التقية انشالت عن عيونهم وصدورهم شنا نقول لكم كل حكيهم تقية كل حكيهم تقية وهسه انكشفوا وشون انكشفوا عمائمهم كشفوا كل شيء فواحد من ذول العمائم اسمعوا شي يقول لأنه أنت كشيعي دينيا اسمع. لا يجوز لك أن تقتل اسمع. في قضية ليس قضيتك اسمع أنت كشيعي لا يصلح أن تقتل من أجل قضية ليس بقضيتك تقتل من أجل الحسين اللي هو مات قبل 1400 سنة زين شلون أنت مثلا تأخذ بثارة تلزم السنة في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن هذا تأخذ ثار جدك الحسين بي بس أي شيء تاني مو مسألتك الشغلة مو يمك الثار تأخذهم تجرف الصخر تفتح بيهم مقابر جماعة مو مشكلة بس أنت مالك شغلة شيء اسمه قدس مو شغلك هذا اسمع الشيعي الذي يقتل من أجل الموصل خرب روحه خب هذه بعد أكثر منها شيء يريد مثلا
يعني دي يقول لك يروح شو اسمه للموصل فخير بروحه. يعني إذا حط رأسه هسه هذا أقضبه، إذا أقضبه هسه وحط رأسه بمنجنة وفعصه تبقى البهاتة والتقية تطلع من عيونه. إيب علي، إيب علي، دولة دولة مال هرس، ألف رحمة ونور على روحك يا صدام حسين. يعني أنت تعرف هذول خوات أهم أي، وتعرفهم التقية تشتغل، وكانوا يلحسون قندرتك من يشوفوك، وهم سووا لك الأشعار والأغاني، وهم اللي جابوا لك شجرة وقالوا لك أنت فلان وأنت علان وأخبلوك، وأنت تعرف كذب، وأهملت كل تقارير المخابرات، وكنت تقول دول شعبنا، هذا شعبنا هسه طلع على حقيقته. فنكمل، خلي نشوف الرفيق الشيخ هذا الدرنافيسي الشيعي الذي يقتل من أجل فلسطين خرب روحه. بعد أكثر من هذا الوضوح شلون يطوكم إياه؟ يعني الشيعي اللي يقتل من أجل فلسطين خرب روحه، يقول أنا إيش لي شغلة ومنكم دندزلكم، هذا أنتو مو أني. هسه يطلع لي واحد راسه مربع يقول لي أنت ضد آل الشقة، أنت ضد آل البيت، خشبة بيكم وبيهم وبكل واحد يعترف بيهم، بعد أقسم بالله راح أكفر بيكم، وبعد ما الكم مكان بالعراق، تصفياتكم راح تشتغل رحمة الله عليها. أنت شوفوا، أنت روحوا هسه بعد، روحوا بعد، روحوا ضربوا لكم شم صاروخ بعد، شوفوا البوارد راح تقعدون عليها. أنا إذا هسه إذا أنتوا بيكم خير أضربوا لكم شم صاروخ بعد وشوف إيش راح يصير. فنكمل. مو شغلتك أنت، مو شغلتك. نعم. أنت تخلي أولاد المنطقة يدافعون عن مناطقهم وأنت تصير باقي. ايه. أنت مو تصير مطي. سمعت؟ أنت تخلي أهل المنطقة، زين أنتوا فرغتوا الأنبار والموصل وديالة، يعني نقول المناطق السنية كلها هذه تكريت، من حتى سكينة بالمطبخ ما خليتوا لهم، زين شلون يدافعون عن نفسهم؟ ها؟ وحتى اللي يسمون نفسهم سنة صاروا ولدهم حازم أكثر من دولة السرسرية ولاد الكلب. وين ما تروح هسه، زين اريد افتهم هسه، انبار جحش محشي ليش بيها؟ شي يريد مثلا؟ زين الموصل جحش محشي ليش بيها؟ تكريت شكو بيها؟ جحش المحشي قاعد وشيخ الندى وشيخ الرئيس صدام حسين يسوي لهم شو اسمه ايه ودياله، المذابح اللي تصير بيها، وسامرة يومية السواحل طاير من جماعة أبو الإصلاح، الله شاهد مقتدى أبو صدر، دولة من مسيطر عليها السامرة؟ جماعة سرايا الحمار اللي يقودها المطل الأكبر مقتدى السطل ابن بابا نويل، يومية خاطفين واحد، وأما يطلع يرجع للحياة أو يساومون أهله ولاعبين خلقه بيهم. فخلي نكمل ويا هذا ونشوف. وتجي قدام وتضعف قوتك وتخلي الناس يطقون ذيك اصبع. ايه. زعل انت، لعن الله كل من افتى بذلك. نعم. و90% حكي ما طلع. لو 90% عنده حكي ما يريد يطلعه. لا حبيبي انا طلعه لك. يعني هاي الاغنيه ماكو مره راح اطلعها، مو انا هو هاي. طلع الحكي، شوف 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 قوة. اطلع الحكي ازلزل الاصوليين تحت الارض. الله الله. لا. زلزل زلزل. مو شغلتك انت تدافع عن ناصبي، ولا شغلتك انت تدافع عن، مو شغلتك، مو شغلتك انت تدافع عن ناصبي. الناصبي من هو؟ هو السني، صح لو لا؟ الناصبي من هو؟ هو السني. انت مو شغلتك تروح تدافع عنه. وهذول جماعة السنة انفسنا اقعدكم على الرمح مال جدي الحسين، جدي الحسين، وهذا تاريخي والحج يعرف، والمجندات لا تخاف راح يراوسوهن بألف وحدة تحكي لك. ايه لا تخاف، الله الله شاهد. ايه اسمع، لأنك أنت هناك مورد يجعلك شهيدا أو لك أجر الشهيد،
لا. وبدوني انت ما لك علاقه. صح ما لك علاقه. ارخص روحي الروح الشيعيه، ارخص روح وجدتها. نعم. رخيصه جدا. نعم ايه. ولك كلب اذا يموت يسوي له فاتحه. ايه. انت غير ما شايف مطالع برا. كلب اذا يموت يسوي له فاتحه. زين انت ايش عندك؟ الشيعي صارت ارخص من الكلب اجلكم الله. لويش؟ هذول المساكين الشباب. ايه. في قضيه ليست قضيتهم. مو شغلتهم. مو شغلتكم يعني. ما عندك بابك حتى تدافع عن نفسك. صح. تدافع لك عن كم حرامي. على كل. على كل. المهم لا تدافعون على القدس لان شغله مو شغلتكم، ولا تدافعون عن السنه، السنه مو شغلتكم، ولا تدافعون عن المسيحيين، المسيحيين ليش تدافعون عنهم، ولا تدافعون عن اليزيديين حبيبي زين، ولا تدافعون على اي واحد. الشيعي لازم يموت على موت قضيته وقضيته الحسين. زين الحسين مات 1400 سنه من اجل الكوفه ام العراق ايه، ولليوم ملايين راحت باسم الحسين، ملايين راحت باسم الحسين. زين فأكو واحد عنده أربع جهال. زين واحد منهم راح، ثلاثة هم بقوا مرضى، واحد ناصبي صهيوني مثلي أخذ جهالة وراح على الطبيب. الدكتور هم من جماعة دولة التقية، فقال له قال له تعال بابا، تعال حبيبي، ايش بيكم بابا، تعال يمي، انت شو اسمك حبيبي؟ قال له عمر. هذا انجلط وخر دفعه. قال تعال بابا انت حبيبي شو اسمه؟ قال له ابو بكر. هذا الدكتور باوع هيك. فقال له تعال انت حبيبي شو اسمه؟ قال له عثمان. دفعهم ثلاثتهم. اندار على الاب، كان يقول له ايش عجب ما عندك علي؟ قال له والله علي كان عندي بس توفى. قال له طبعا شلون اعيش ويا هيك خوات ايه. فهذول جماعه التقيه هذه طلعت انكشفت عورتهم، وكل من بعد هي الدواره تدور، هي ما تدوم يعني سبحانه بس هو الدايم، الدواره راح تدور. الله لا يرحم اللي يرحمهم، الله لا يرحم اللي يرحمهم. هذا الأربعين مليون بالعراق لازم نصف خمسة إذا مو أقل تبني وطن جديد ما بها الخزعبلات، ما بها هذه. ومناشدة أخيرة إلى حكام السعودية، إلى الرفيق محمد بن سلمان، حبيبي عندنا أضرحة مال ولد عمكم بالعراق، زين هذول ولد عمكم، تعالوا اخذوهم ودوهم للبقيع ويا الربع، حطوهم هناك لان احنا محتاجين هذه الاراضي اللي مسوين بيها هذه القبب والذهب والنعالات على راسهم وراس ابهاتهم، محتاجين هذه الاراضي نحولها الى جامعات والى مدارس والى حدائق، نطور بيها عقول أولادنا وأجيالنا، بدل ما نحط براسهم زين حتى الليل والنهار لابس أسود يلطم ما يعرف شنو السالفة، وماخذها متعة الحياة وزينبيات وزيارات وحبلة والنغولة طشرون ولدهم حازم. فحبيبي تعالوا أخذوا ولد عمكم، زين أخذوا ولد عمكم، احنا ما نريدهم، يلا روحوا قطعوا الفيديو وقولوا علي هذا ناصبي وصهيوني، اي اني ناصبي واني صهيوني واني ضد آل الشقة والمشتمل وش تريدون احجوا. اني احط لي مزار مال واحد ميت 1400 سنة واقعد، انتوا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام بمكة ما تروحون تبكون عليه، اصلا ما تزوروا، تروحون للبقيع تبكون على ذول اللي هناك، انت تروحون المكة ما لكم شغلة بالرسول. زين المهم الرفيق محمد بن سلمان رحمه للرضا، تعال خذ ولد عمك حطهم بالبقيع، احنا ما نريد مراقد، ما نريد اي شيء بعد ديني بالعراق ما نريده، لان ما حد اشتغل العراق فرنسي غير هالشغلات، نفرغه ما نريد لا قباب لا ذول المذهبين ولا هذا ابو فلان ولا هذا ابو علان
ولا هذا داحي باب تشلاق وهذا باب المعرف شنو. والمصيبة يقول لك هو يحقق لك كل شيء. هذول المعصومين يحققون كل شيء، أمنياتك رغباتك، وهم وسيطنا وبين الله ما أعرف شنو، مع العلم كلهم انكتلوا. لا ويقول لك يعرفون الغيب. زين إذا يعرفون الغيب شلون انكتلوا وكلهم انسحلوا واندقوا بالأربعة وأربعين وراحوا، ويسا مسوي له مراقد. يا بر إذا طلع واحد من دن المراقد بيحسين لو عباس أنا معتب، هذا شاربي أزينة. إذا ما طلع يزيد مسوي لكم الكاميرا الخفية ودافن الشمر، ها قل لكم هذا الحسين يطلع مسوي لكم الكاميرا الخفية، وصار لكم 1400 سنة تصلون وتترحمون على الشمر رضي الله عنه. لا يا أخوات الهايشه سرسرية، أخذوها عمي، نريد نبني مدارس جامعات، نريد نطور بلدنا. ما نريد لا حسين لا عباس لا كاظم لا خضيرة بالطرشي، تعالوا أخذوهم كلهم، ما نريدهم، ما نريد فلوس والنقل علينا، وحتى الذهب الفوق هم إلك، ما نريده عمي، ما نريد، بطلنا. خلي نبني بلدنا، خلي نبني مستقبل الأولادنا. زين هذه اليابان لا بيها مرقد لا زينب لا عباس ولا خضيرة بالطرشي، شوفوا وين وصلت. هذه أمريكا، هذه بريطانيا، هذه الدنيا، العالم كله وين وصلوا؟ ما بيها لا معصومين ولا العفو كان طلعت من عندي، بس تعرفون يعني الشغلات الدرنفيسية تطلع ما بدون هذه. فتعالوا اخذوا المعصومين مالتكم. زين رفيق محمد بن سلمان، شنو رأيي بإسرائيل؟ الله ينصرهم علينا. يلا بعد حتى سوون إسرائيلي، الله ينصرهم علينا إن شاء الله، خليه يجون يحكمونا، أشرب من دولة قادة العرب على الأقل يبنون بلداننا. زين فيلا عيني رفيق نتنياهو، إسرائيل رحمة محمد، تعالوا يلا تعالوا يمنا، تعالوا خذونا، تعالوا شلام عليكم على ديفيد على كل آلي بيت ديفيد وهاسكل، تعالوا خذونا عمي. الله ينصركم على أمة محمد، لأن هذه أمة محمد، واحد يقتل الثاني سرسرية قالبين الدنيا حسين علي دروح هذا الحسين وهذا العباس، تعال حبيبي أخذهم نبني مدارس نبني ملاهي. زين نجيب حاتات وخلي الشعب يتونس، إيش مطينس إحنا محصلين كل الزيارات إيدز وسيلان هالقد ما بسمه. لا خلي نعلم أولادنا غير شكل. زين والقرآن اليهود والإسرائيليين أرحم من قادة العرب. ما نريد عمي، ما نريد عمي، تعالوا أخذها لأضرحة، ما نريدها. واحد شي يحكي شي يقول بهالزلك، وسا طبعا راح يقطعون ويأخذون إيه، فواحد شي يسوي. لا اليوم ماكو اتصالات، اليوم أنا ما أريد أخذ اتصالات، لأن راح أتحجب وأقعد بالبيت وانتظر قسمتي، لأن هي هاي بعد ما بيها مجال، ما يعني شو نسوي؟ إيه ها سلوان، أنا على بكلة أبو سلوان. زين سلوان حرق القرآن، أنا ما حرق القرآن، ابن سير النعل. يلا هذا واحد يحكي وياه، شوف رأسن هذه. زين سلوان انت سلوان ثاني لك رمح جدي الحسين اقعدك عليه انت وسلوان دنبوغ ما ادري شو اسمه، اريد لي سلوان بي خير ماكو. سلوان حرق القرآن، واللي ويا سلوان هم اسمه سلوان، وسلوان اللي باقي الرئيس، يعني اريد لي سلوان فد سلوان ماكو بي خير. وحق الله ألف شكر لمتابعتكم، لا تنسون التعليق ولا تنسون اللايك، والله القناة مدمريها، تعرفون شنو مدمريها؟ تبليغات. شوفوا مو احنا أمة الواحد راكب الثاني، يعني أمة الواحد راكب الثاني. أنا ما شفت سعوديين يتعاركون مع بعض، ولا مصريين ولا كويتيين ولا
شوفوا احنا جماعتنا بس واحد يطلع، بس واحد شافوه شوية احسن، ان كان علميا او شهرة عن طريق اي شيء، رأسا اشتغلت رحمة الله عليه، خلوا لي عرف ما خلوا لي عرف، ما شرف ما خلوا شيء، ما قالوا علي، بس الله شاهد أنا صامت من أجل العراق. زين، ولا تنسون الباي بال، يعني هذا قسما بالله اللي ما يسوي لايك وشير وتعليق لا أدز يم ابني حط راسي بالمنقنة. زين، وأبو الميم سبعة حضر نفسك. زين، وأبو النقانق بالحدائق الميم سبعة، ونطلع لكم قصة وشون صدام ما أعرف السوى، وصدام قطع وصدام ذبح ابن الكاولية، ابن الكاولية نزال الخارط تحكي لي هسه، أشو قبل شهر السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم شوفوا دز لي رسالة، بعدين انقلب عليه شاف ماكو شو اسمه ماكو فلوس، قام يصيح ادعموني حكومة هسه على الأقل أوقفوا بظهري، شوقفون بظهرك دي يعرفوك 56 مثلهم. زين، وراها يحكي يقول السيد المالكي، هذا رجل دولة يقول، مو أنا دا أقول، خشبة بيه وبالمالكي، هو يقول كان رجل دولة بس ما خلوه يشتغل الصداميين، هسه يطالب جماهير العريضة مثله يسوون مظاهرات، انت شوفوا اسمعوا شي يقول، سووا مظاهرات امام مجلس الدواب، اولا هذا كوبي رايت، انا اقول مجلس الدواب مو انت، بال 44 وقعدك على الرمح مال جدي، ولو انت هذا عادي يفوت هو والدوشكه مال جدي والرباعيه مال جدي كله يفوت، انت بعد يعني نزال الخارط ورجل اسماء التهابات، يطالب من الشعب، الشعب العراقي يا شعب عراقي، ولك هم كاوليه دوله جماعه رفحه وجماعه اللطامه وجماعه من هو، يا شعب عراقي تحكي ويا ولك ذول اللطامة اللي قاعد يتابعوك، من متابعه غير الساقط ابن الساقط مثلك، والكاولي ابن الكاولي اللي مثلك، ونعلى على روح امه وابوه اللي موجود بهذه القناة، وروح يشوف هذا الكلب ابن الكلب اللي حرض على الفلسطينيين وعلى العرب وسب الاردنيين وكذا، شاف قام اميني انها هسه يقول لا انا ما لي شغلة بالشعوب، لك بابا اثبت لك على شغلة فد يوم، صدام راح هسه احكي لي على امك هسه اللي ده تحكم العراق، يريد يطلعهم مظاهرات، اطلعوا مظاهرات، واللي اطلبه من عندكم ترفعون اسمي وياكم، انا يقول بامريكا ما اقدر اجي، ليش يا بشبيك يا ما تقدر تجي، ها شبيك اشو كريش وعندك صدر اكبر من صدر اسماء مرتك، واحد يلعب بالثاني شبيك، ما هذه، ويقول لهم يا ريت ترفعون صوري وتدزولي الفيديو، يعني انت صدق متخيل نفسه عبد الجبار شنشل، يعني ده يقود القياده والكذا، صدق ابو شمعدان ضل بالنا عليك الله شاهد، ابو شمعدان والله هذه يقول لك اني من حكيت من قلت راح اجيب الجدايل مال بنته واسوي له فرنسي، يقول لك لزم بناته ابو شمعدان وزينهن صفر خوفا من لطيف يجي ياخذ الجدايل، ابو شمعدان ما ناسيك، بس والله هسه احنا ويا القضيه الفلسطينيه من نخلص زين، وان شاء الله يجون الاسرائيليين يحتلونا ونرتاح من شكولات ذول العرب وما عرب، وارجع لكم بقياده جديده حكيمه. يلا حبيبي سوي لايك، اللي يسوي لايك عنده نوت شجاعة، واللي يسوي لايكين نطيه وسام الرافدين، واللي يسوي ثلاث لايكات ياخذ السيف القادسية، ها؟ وعلى وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم، وصدق الله العظيم، تحياتي لكم ولعوائلكم الكريمة وتصبحون على ألف خير.